مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة طبعا عندنا كلام كتير جدا عن النادي الأهلي وعن استعداده لمباراة هورايا كوناكري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. النهاردة طبعا الفريق اتمرن الصبح وكان في كمان تدريب بدني مكثف بقيادة الهولندي ليندمان، وبعد كده كان في تدريب فني بقيادة كارتيرون. اتمرن النهاردة كمان رامي ربيعة وشريف إكرامي، واللي كان طبعا اتصاب امبارح لكن الحمد لله ان هو رجع النهاردة تدريبات سليم. كابتن محمد يوسف كمان قال ان موقف سعد سمير من المشاركة هيتحدد يوم الخميس اللي جاي قبل ما يدخلوا في المعسكر. كمان هنتكلم عن الدوري المحلي وعن الأزمات المتتالية اللي بتحصل فيه ما بين الفرق وبين لجنة الحكام واتحاد الكرة. إن شاء الله النهاردة برضو هيبدأ دور ال 32 في بطولة دوري أبطال أوروبا أو تشامبيونز ليج، واللي هيهمنا طبعا فيها أكيد نجمنا المصري محمد صلاح واللي هيقود فريقه ليفربول قصاد باريس سان جيرمان. كمان هنناقش الكلام ده كله وكلام تاني كتير وأخبار مختلفة خلال حلقتنا النهاردة. هيكون ضيفنا كمان النهاردة أستاذ محمد قطب الناقد الرياضي في أخبار الرياضة. لسه هستنى مشاركتكم كالعادة على صفحاتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستغرام. هنبتدي حلقتنا بأهم العناوين. مجلس الأهلي يعتمد ترتيبات عمومية اللائحة. الخطيب يكرم أعضاء لجنة صياغة اللائحة الجديدة. الفريق الأول يواصل تدريباته لمباراة هورايا. موقف سعد سمير من المشاركة يتحدد الخميس. ميدو جابر جاهز لمباراة الإياب وإكرامي ينتظم في التدريبات. كارتيرون يطلب تدعيم في 5 مراكز خلال ميركاتو يناير. الليلة انطلاق مباريات دور ال 32 في الشامبيونز ليج. كالعادة هنبتدي حلقتنا النهاردة بأهم الكلام والأخبار اللي اتقالوا عن النادي الأهلي بس في الجرائد. الجمهورية لائحة الأهلي على الإيميل. الأهلي يخطر الأعضاء بتفاصيل مقترحاتهم بشأن تعديل اللائحة الجديدة. في الأخبار المسائي مجلس الأحمر يعتمد ترتيبات عمومية اللائحة. المساء بحضور أعضاء مجلس الإدارة الخطيب يكرم أعضاء لجنة صياغة اللائحة الجديدة. الشروق طارق أنديل دستور الأهلي يقطع الطريق على مثير الفتنة بين الأعضاء. لائحة النظام الأساسي تؤكد على تساوي أعضاء النادي في الحقوق ومصلحة الكيان من أولويات المجلس. الأهرام الأهلي يفقد جهود نجيب في دوري أبطال أفريقيا ويستعد لمواجهة هورايا السبت. انتهى أزمة ميهوب والإدارة تطالب باستمراره في مهام رئاسة اللجنة الفنية. التحرير كيف ستتعامل كارتيرون لإنهاء أزمة دفاع الأهلي أمام هورايا. الشروق وليد سليمان جاهز لمباراة الأهلي مع هورايا كوناكري. محاولات لتجهيز سعد وجابر. نجيب يجري جراحة الغضروف. كارتيرون الفريق الغيني يشبه مازيمبي. ومرجان تسهيلات كبيرة للجمهور قبل مباراة السبت. في الأخبار المسائي كارتيرون يحذر لاعبي الأهلي. المدير الفني يجهز فتحي وهاني وأشرف لعلاج الأزمة الدفاعية. جريدة البوابة الأهلي يجهز مفاجأة هجومية لهورايا قبل موقعة السبت. كارتيرون لقاء الإياب لا يقبل الخطأ ويجب استغلال أنصاف الفرص. الوفد الأهلي يرفض تعيين حكم أو حكام عرب لإدارة مبارياته في الدوري. يوسف أزمة عقد فتح انتهت وننتظر رد مؤمن للتجديد. الدستور كارتيرون يطلب تدعيم في 5 مراكز خلال ميركاتو يناير. نروح
معاكم دلوقتي لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد، وهنبتدي من الجمهورية. الجمهورية قالت إن اللجنة المركزية لمشروع إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قررت إن هي تبعت التعديلات اللي تم إجراءها على عدد من البنود لأعضاء الجمعية العمومية واللي تقدموا باقتراحاتهم للجنة، سواء من خلال البريد الإلكتروني الإيميل أو من خلال المنافذ اللي تم تخصيصها طبعا للموضوع ده عشان يطلعوا على التعديلات الجديدة والاستجابات لمطالبهم بما طبعا يتوافق مع القانون. جريدة البوابة كتبت أن باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي بيدرس أن هو يواجه هورايا كوناكري الغيني والسبت اللي جاي في مباراة العودة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بفكر هجوم جديد. قالت كمان الصحيفة أن كارتيرون بيفكر أن هو يهاجم بطل غينيا بأزارو وصلاح محسن بعد طبعا ما قدم صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي الشاب مستوى فني، وطبعا مستوى فني جيد جدا بيخليه أن هو جاهز لقيادة الهجوم في النادي الأهلي جانب أزارو. طيب كمان جريدة البوابة قالت أن كارتيرون بيأكد أن مباراة هورايا كوناكري صعبة وحاسمة وغير مسموح فيها بالأخطاء، وأكد كمان على المهاجمين ولعيبة الفريق أن لازم يكون في تركيز في إنهاء الهجمات وأن هم يستغلوا أنصاف الفرص عشان يقدروا يحققوا الفوز ويصعدوا لدور نصف نهائي من البطولة الأفريقية. جريدة الوفد بقى قالت أن النادي الأهلي بيطالب اتحاد الكرة بتوضيح كيفية تطبيق تقنية الفار في مباريات الدوري المصري، وكمان رفض النادي الأهلي فكرة إدارة مبارياته لحكام عرب لأن ما فيش فرق ما بين المستوى الحكام العرب والحكام المصريين، والكلام ده طبعا على عهدة جريدة الوفد. وكمان نقلت الجريدة تصريحات لمحمد يوسف المدرب العام واللي بيقوم دلوقتي بأعمال مدير الكرة أن ما فيش مشاكل في تجديد عقد أحمد فتحي لاعب الفريق بعد ما تم الاتفاق على كل حاجة مع اللاعب. ده كان أهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرايد. دلوقتي بقى معنا معاكم نشوف إيه الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي لكن في مواقع الإنترنت. اليوم السابع شركة هندية تنضم لقائمة رعاة الأهلي. الأهرام محمد نجيب يجري جراحة غضروف في الركبة اليوم. الموقع الرسمي للنادي الأهلي أرجعيه يبدأ تدريبات تأهيل للركبة في الجيم غدا. وان ثري رسميا الاهلي يعلن جاهزيه ميدو جابر لمباراه هورويا. الوفد رامي ربيعه يشارك في ميران الاهلي. الوطن ناصر ماهر يواصل الغياب عن التدريبات الجماعيه للاهلي. الاخبار مدرب الاهلي موقف سعد سمير من مباراه هورويا سيتحدد يوم الخميس. الشروق فقره خاصه للتدريبات البدنيه في ميران الاهلي الصباحي. المصري اليوم السفارة المصرية في بيروت تتابع الاستعداد لاستقبال بعثة الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي سيدات سلة الأهلي يواجه الصيد والديان اليوم. بنوصل معاكم لتفاصيل أهم أخبار النادي الأهلي اللي اتكتبت في مواقع الإنترنت، وهنبتدي من موقع اليوم السابع اللي كتب إن في شركة من الشركات الراعية وهي شركة هندية رائدة في مجال التليفونات انضمت لقائمة رعاة النادي الأهلي في الموسم الجديد بعد ما وقعت عقد مع الشركة الراعية يبدأ من مواجهة الفريق اللي جاي إن شاء الله في بطولة الدوري العام. كمان موقع الأهرام سبورت فكتب أن محمد نجيب مدافع نادي الأهلي هيعمل إن شاء الله النهاردة العملية الجراحية بالمنظار على غضروف الركبة عصر اليوم في مستشفى من المستشفيات الخاصة في القاهرة. خالد محمود طبيب الفريق هيكون موجود مع اللاعب اللي هيعمل العملية تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز والمتخصص طبعا في النوع ده من جراحات الركبة. في الموقع الرسمي للنادي الأهلي كتب أن الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي قال ان النيجيري جونيور اجاي هيبدا اداء تدريباته التاهيليه الخاصه بالركبه في الجيم بدايه ان شاء الله من بكره يوم الاربع، وكمان قال ان اللاعب خلال الفتره اللي فاتت اكتفى باداء تدريبات علاجيه لتقويه العضلات بشكل عام، وده طبعا وفقا لبرنامج التاهيل الخاص.
موقع وان تري كمان كتب ان ميدو جابر لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي تعافى نهائيا من الام الشد في العضله الخلفيه اللي كان تعرض ليها مؤخرا وبقى خلاص جاهز للمشاركه في مباراه هورايا كوناكري الغيني اللي جايه ان شاء الله. طبيب الفريق خالد محمود كشف ان ميدو جابر خلاص انهى برنامجه التاهيلي بشكل مميز وتعافى من الاصابه بالشد. نروح لموقع الوفد. موقع الوفد قال ان رامي ربيعه لاعب النادي الاهلي شارك النهارده في عمران الفريق وده اليوم الثاني ليه على التوالي اللي هو بيشارك فيها في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي المقامه حاليا على ملعب التتش في الجزيره. ربيعه انتظم خلاص في التدريبات الجماعيه للفريق بدايه من امبارح وبشكل تدريجي من غير اي التحام عشان يقفوا على مدى استجابته للمرحله الاخيره من التاهيل وتحديد ميعاد لرجوعه للتدريبات الجماعيه بشكل كامل وبعد كده المشاركه ان شاء الله في المباريات. كمان موقع الوطن فقال ان ناصر ماهر لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي غاب عن المشاركه في التدريبات الجماعيه للفريق المقامه حاليا على ملعب التتش في الجزيره. ماهر النهارده اليوم الثاني ليه على التوالي اللي بيغيب فيه عن المشاركه في التدريبات الجماعيه للفريق واكتفى باداء تدريبات تاهيليه وبدنيه في الجيم تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. كمان بوابه الاخبار كتبت ان محمد يوسف المدرب العام للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي قال ان الموقف النهائي لمدافع الفريق سعد سمير من اللحاق بمباراة هورايا كوناكري الغيني هيتحدد إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي. كمان قال يوسف إن سعد سمير بيعاني من شدة في العضلة الخلفية ودي اتسببت في خروجه من مباراة الذهاب قصاد هورايا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي ودلوقتي اللاعب بيعمل برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل والجهاز الطبي. موقع الشروق كمان قال ان الهولندي مايكل ليندمان مدرب احمال الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي قاد فقره تدريبيه بدنيه للعيبه الفريق النهارده خلال التدريب اللي اقيم النهارده الصبح على ملعب التتش في الجزيره. ليندمان عمل تقسيمه للعيبه لست مجموعات بمساعده طبعا حسين عبد الدايم مساعد مدرب الاحمال. موقع المصري اليوم كتب ان نزيه النجاري السفير المصري في لبنان استقبل اسعد ثقال رئيس نادي النجمه اللبناني عشان يستعرضوا مع بعض كل الامور المتعلقه باستقبال بعثه فريق الكوره في النادي الاهلي عشان يخوضوا طبعا مباراه العوده مع النجمه في البطوله العربيه للانديه المقرر ليها يوم 27 سبتمبر الجاري في بيروت. وتم خلال الجلسه مناقشه الترتيبات الامنيه لاستقبال واقامه وتنقلات بعثه النادي الاهلي في بيروت وطبعا بالاضافه للترتيبات الخاصه بالجمهور المصري المتوقع ان هو يحضر المباراه اللي هتقام في ملعب المدينه الرياضيه في قلب العاصمه. كمان نرجع مره ثانيه للموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي كتب ان الفريق الاول لكره السله سيدات في النادي الاهلي بيواجه نظيره الصيد وديا مساء اليوم النهارده الثلاث في مقر النادي في الجزيره في اطار الاستعداد لاستكمال منافسات الموسم الجديد. الفريق كان واجه قبل كده الصيد وديا من عده ايام وفاز فيها النادي الاهلي 102 ل 33. مساء الخير عليك يا شريف. نور تحياتي ليك يا شيماء ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. شريف عايزين نطمن منك على النادي الاهلي وعلى الاستعدادات طبعا الخاصه بمباراه هورايا كوناكري الغيني ان شاء الله يوم السبت المقبل والبرنامج الخاص بالفريق لحد المباراه. شيماء يمكن النهارده الصبح كان الاهلي قرر ان يكون تجمع اللاعبين الساعه 8 صباحا ويبدا التدريب الساعه 9 صباحا طبعا استعدادا لمباراه حورية الغيني يوم السبت المقبل. يمكن النهارده كان في تمرين شاق شويه كان تمرين بدني تحت اشراف طبعا ليندمان يمكن استمر حوالي 45 دقيقه يمكن بعد اجراء التدريب البدني تم عمل تقسيمه بكوره كده خفيفه يمكن على مستوى حراسه المرمى كان في تدريب قوي جدا ايضا للكابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى مع حراسه. ويمكن النهارده عاد شريف اكرامي للتمرين اليوم بعد غيابه عن الامس او بعد خروجه من التمرين. عاد ايضا في فقر التدريبات البدنية اللاعب صلاح محسن واللاعب ميدو جابر لكن في فقرة التقسيمة تم إراحتهم لكن من الغد هيشاركوا في التمرين بصفة عادية جدا.
يمكن شارك في جزء النهارده من التمرين ايضا اللاعب رامي ربيعه، لان طبعا هو متنبه عليه ممنوع يعمل اي التحامات. يمكن موقف سعد سمير زي ما كنت بسمعك فعلا هيتحدد يوم الخميس، هو بيجري عمليه تاهيل مع الكابتن طارق عبد العزيز، وهيتحدد يوم الخميس من المشاركه، هيتعمل له تيست ويشوفوا مدى استجابته للعلاج او يعني خف او لسه. طبعا اللاعب ناصر ماهر ادى تدريبات تأهيلية النهارده وغاب عن غاب امس وغاب اليوم، وبكره في فحص، بس المؤشرات الاوليه كلها بتقول ان بكره باذن الله هيكون جاهز لتدريب بصفه عاديه جدا زي باقي الزملاء. يمكن النهارده هيجري اللاعب محمد النجيب جراحه او عمليه على المنظار الركبه، هيجريها لي الدكتور احمد عبد العزيز. من التمرين الصبح الحالة البدنية الحالة المعنوية للعيب النادي الأهلي، الكل مركز تركيز شديد في تخطي عقبة حرير غيني والفوز بهذه المباراة. يمكن ما حدش بيتكلم غير على هذه المباراة، الكل متفائل، الكل عنده تفاؤل شديد إن الأهلي يفوز يوم السبت ويعبر إن شاء الله بإذن الله فريق حرير غيني بإذن الله. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي. طبعا شريف دلوقتي علينا كل تفاصيل لقاء أو عفوا تدريب النهاردة اللي أقيم الساعة 9 صباحا على ملعب مختار الترش. دلوقتي معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم وبقيت فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج في الفقرة اللي جاية. في الأخبار، فاتورة ضخمة قد تعطل حكم الفيديو في الدوري. 1-3 أجاري التأهل لمونديال قطر 2022 لا يشغلني. بوابة الفجر أزمة جديدة بين الجبلاية ومحامي محمد صلاح. فيتو اتحاد الكرة يكشف سبب رفضه استقالة عصام عبد الفتاح من رئاسة الحكام. سوبر كورة استبعاد الغندور والشناوي من خلافة عبد الفتاح في رئاسة لجنة الحكام. الشروق خاص عامر حسين يتوعد المقاولون بعقوبات صارمة. اليوم السابع رئيس المقاولون، الدوري أصبح للأغنياء فقط وطاهر سعره يفوق 10 مليون دولار. في الجول، المقاولون يعلق على أحداث لقاء بيراميدز في بيان لن نتنازل عن حقوقنا. الوطن سبورت، الغيابات تضرب صفوف الاتحاد السكندري قبل مواجهة الداخلية. الوفد، الزمالك مواجهة صعبة أمام سموحة للحفاظ على الصدارة، كروس يلعب بخطة متوازنة ومهري يخطط لمفاجأة. في الأخبار المسائي، ارتياح في الإسماعيلي، نادي يرحب بمواجهة الأهلي على ملعبه بدون جمهور. الأهرام، الليلة عيون العالم على قمة ريتس وأبناء العاصمة في دوري الأبطال، ليفربول يواجه سان جيرمان في مشوار رد الاعتبار. الجمهورية، ليفربول يتربص بشأن جيرمان، الفراري طمعان في شلة نيمار. الشروق، صلاح يقود ليفربول في مواجهة صعبة أمام باريس سان جيرمان. الأخبار المسائي، ليفربول وسان جيرمان مواجهة مشتعلة، الريتس بقيادة مو جاهز لمباراة بطل الديوك في دوري الأبطال. اليوم السابع، صلاح ونيمار معركة من نار. سكاي نيوز، اقتراح غير مسبق من قائد ريال مدريد للفيفا. اس، رئيس برشلونه يكشف فوائد اللعب في امريكا. سبورت 360، كوتينيو يرفض تفسير عدم فوز ميسي بألقاب عديده في دوري الابطال. نروح معاكم سريعا لأهم تفاصيل الأخبار المحلية، وهنبتديها من جريدة الأخبار اللي كتبت أن اتحاد الكرة بيواجه صعوبة كبيرة في تنفيذ تقنية الفار أو حكم الفيديو المساعد في مباريات الدوري المصري بسبب الإمكانيات والتكاليف العالية اللي هيحتاجها عشان ينفذ التقنية دي، خصوصا طبعا في ظل الإمكانيات اللي مطلوب توفرها في كاميرات النقل التلفزيوني، لأن كل مباراة تحتاج 16 كاميرا لتغطية كل أنحاء الملعب بشكل دقيق، وفقا طبعا لآراء الخبراء في مجال التصوير التلفزيوني
والفضائي، فإن تكلفة تجهيز كاميرات النقل الخاصة بكل مباريات الدوري تصل ل 400 مليون جنيه. موقع وان تري كتب ان المدير الفني لمنتخبنا المصري خافيير أجيري اتكلم عن فرص الفراعنه في التاهل لكاس العالم 2022 في قطر، وقال المدرب المكسيكي ان مش هو ده اللي شاغل باله في الوقت الحالي، مش عايز يتكلم عن التاهل لمونديال قطر 2022 لان كل تفكيره دلوقتي في الصعود لنهائيات الامم الافريقيه اللي جايه في الكاميرون، وان هو هيعلن خلال الايام القليله اللي جايه عن القائمه المختاره لمباراه سوازيلاند اللي جايه. كمان بوابه الفجر قالت ان رامي عباس محامي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخبنا الوطني الاول رفض حلول مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هاني ابو ريده لانهاء ازمه اللاعب مؤخرا. ابو ريده كمان كان اشترط عدم التعامل مع وكيل اللاعب في اي حدث بيخص المنتخب الوطني بما فيه الدعايه اللي بيشارك فيها اللاعب، وكمان حدد الفيفا وانصف الجبلية في حقوقه، وده طبعا اللي رفضه رامي عباس، واكد ان هو هيتعامل في كل اي وفي كل حاجه وفي اي حاجه بتخص اللاعب، وان اللي بيطلبه مسؤولين الجبلية ده غير منصف بالنسبه له. كمان موقع فيتو كتب ان هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره كشف عن اسباب تمسكه بعصام عبد الفتاح رئيس للجنه الحكام ورفضه فكره استقالته اللي طبعا طلبها اكتر من نادي في الدوري المصري الممتاز. ابو ريده اكد لاعضاء الجبليه ان في حاله استقاله عصام عبد الفتاح من لجنه الحكام مش هيكون في اي حكم سابق هيرضى ان هو يتولى المهمه دي خلفا ليه، خصوصا طبعا ان هو هيتحمل اعباء كبيره جدا وضغوط من كل الانديه، وده مش من المنطقي ان هو يتم الاستعانه كمان ببديل للجنة. كمان موقع سوبر كورة كتب ان مجلس ادارة اتحاد الكورة بدأ في مناقشة ملف ازمة لجنة الحكام، خصوصا طبعا بعد تصريحات عصام عبد الفتاح عضو المجلس ورئيس لجنة الحكام الاخيرة بان هو هيستقيل من الاشراف على اللجنة. مجلس الجبلية مستني اللي هيحصل في الساعات اللي جاية، وفي حالة استقالة عصام عبد الفتاح وعدم التراجع عن موقفه فهيناقش المجلس بعض الاسامي اللي هتكون موجودة لتولي المهمة، والمجلس كمان استبعد الثنائي جمال الغندور واحمد الشناوي من الحسابات نظرا ان هما بيشتغلوا في قنوات فضائية، وده صعب جدا ان هو طبعا يعوضهم بالمبالغ اللي بيحصلوا عليها في الفضائيات. كمان موقع الشروق كتب ان عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره توعد نادي المقاولين العرب بعقوبات صارمه بعد تعمد الجهاز الفني للفريق ان هم يعطلوا انطلاق المواجهه مع بيراميدز لمده 10 دقائق بالاضافه لهجوم المدير الفني على لجنه المسابقات واتحاد الكوره. حسين قال لو قررنا ان احنا نعيد مباراه المقاولين العرب وبيراميدز على رغبه طبعا مسؤولين المقاولين العرب فده هيكون معناه ان احنا المفروض برضو نعيد مباراه الاهلي والزمالك في الموسم اللي فات وبرضو اتلعبت او اتعملت بثلاث حكام بالاضافه لمباراه الاهلي والمصري في السوبر اللي فات. كمان اليوم السابع كتب ان محسن صلاح رئيس نادي المقاولين العرب اكد ان بطوله الدوري الممتاز بقت بطوله للاغنياء بس، واتحاد الكوره بقى بيفرق في التعامل ما بين انديه الدوري بالاضافه طبعا لان لجنه الحكام ذبحت الحكام المصريين بقرار ان هي تستعين بحكام اجانب. رئيس المقاولين العرب قال ان الدوري بقى شعاره للاغنياء بس، انا لو معايا فلوس العب بثلاث حكام ولو خمسه او خمسه، لكن لو معيش فلوس العب بحكام من تونس. طبعا كان عنده تصريحات بسبب طبعا غضبه بعد مباراه نادي بيراميدز قصاد المقاولين العرب. وبينضمنا دلوقتي عبر الهاتف البشمهندس محمد عادل المشرف العام على الكوره في المقاولين العرب. مساء الخير على حضرتك. اهلا، مساء الخير يا فندم. منورنا في كلام في الميديا، وعايزين نعرف من حضرتك اخر التطورات اللي حصلت بعد مباراه امبارح قصاد بيراميدز. مفيش التطور الطبيعي والوضع الطبيعي، ان انا بعت اتحاد الكوره جواب رسمي خطاب رسمي بعترض على كل ما حدث في خلال امس، وبطالب باعاده المباراه. الدوري اي دوري او اي مسابقه في العالم او اي مجموعه من الناس قاعدين مع بعض بيتفقوا على مسابقه معينه
ويحط رولز لهذه المسابقه عشان تحقق المساواه ما بين الجميع. والا يعني اذا لم يكن هناك مساواه كيف النهارده تحكمي فرق بتاخد البطوله وفرق بتهبط؟ لازم يبقى في عداله في هذا الكلام. المواضيع عرف الماتش الاخير لم تعمل باي شيء من العداله وخرج اتحاد الكره ببيان يعني هو خرج كمان اتحاد الكوره ببيان وقال في الحاج عامر حسين ان المباراه دي مش هتتعاد، ولو المباراه دي هتتعاد فاحنا كان لازم نعيد مباراه الاهلي والزمالك ومباراه الاهلي والمصري بورسعيدي في السنه اللي فاتت. شايف الكلام ده ازاي؟ من حق الحاج عامر يقول هذا الكلام تمام، وانا منتظر الاتحاد يرد عليا رسميا، برفع الكلام ده للجنه الاولمبيه رد عليها رسميا وابعته للفيفا بكل مستنداته واشوف اذا كنت صاحب حق هاخده من صاحب حق خلاص. طيب هل نادي المقاولين العرب فعلا ابتدى ان هو يتحرك وياخد خطوات للوصول للفيفا؟ لا احنا بنمشي بالتسلسل. الاتحاد يرد على انا بجهز اوراقي اللي هروح بيها للفيفا ده وضع طبيعي، لكن انا لن اخطو هذه الخطوه الا بعد ما الاتحاد يرد عليا وارفع للجنه الاولمبيه طبقا للوائح والقوانين المنظمه لهذا الكلام وترد عليا واخد كل ده واطلع بيه للفيفا. ليس لي علاقه باي مباراه فلان تتعاد او مباراه اعلان تتعاد، وانا ليس لي اي خلاف مع الانديه، انا خلاف واضح عدم عداله اتحاد الكره بما حدث مباراه الامس. طيب هل فعلا في اي حد تواصل من نادي المقاولين العرب مع اتحاد الكوره لحد دلوقتي ولا ما كانش في اي اتصال مباشر؟ تواصل ايه؟ ما احنا بعتين جوابات رسميه. في تواصل مباشر؟ ما بيردوش. وبيطلعوا يقولوا تصريحات زي ما هم عايزين وربنا يسهل بس يردوا على جوابات. وانا بقول اهو ربنا يسهل ويرد على جوابات. طيب باشمهندس محمد، احنا دلوقتي معانا الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات وهو هيرد على حضرتك. مساء الخير. مساء الخير استاذ حضرتك وتحياتي للمهندس محمد عادل. ازيك يا باشمهندس؟ باشمهندس محمد. طيب مع حضرتك الحاج عامر حسين على التليفون. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا ازيك يا حاج عامر، ازي صحتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. حاج عامر حسين احنا عايزين نعرف رد حضرتك النهارده على الكلام او على طلبات نادي المقاولين العرب اللي طلعوا بيها بعد مباراه امبارح قصاد بيراميدز. لا خلي الموضوع الرسمي دوت على في الرسميات في المكاتب، انما داخل عشان حاجتين. نمره واحد حته ان انا اتوعد المقاولين العرب ديت، الكلام ده ما اقدرش اعمله ولا مع نادي المقاولين ولا مع اي نادي، خاصة في وجود المهندس محمد عادل الراجل ده مربينا في اتحاد الكورة كلنا وبنحترمه كلنا. حتة تتوقعات ديت كلمة مش مظبوطة خالص الحقيقة. كلمة ايه حضرتك؟ يعني من المنشطات اللي اتكتبت النهارده على الجرايد ان الحاج عامر حسين بيتوعد المقاولين العرب بعقوبات بعد تصريح ده. انا اللي برد بدل الحاج عامر، لا يمكن يكون الحاج عامر اخلاقه خلاويك تقول هذا الكلام. صحيح. الحاج عامر حسين من اكثر الناس احتراما وخلقا وحقا باتحاد الكره. طيب. وانا اللي بقول لك اهو لا يمكن يكون هذا الكلام. طيب حاج عامر عايزين نعرف من حضرتك مدى قانونيه خوض المباراه من غير حكم خامس. ما احنا قلت لحضرتك نبعد عن الرسميات، لان ما دام المقاولين العرب بعت خطاب لازم نرد عليه بخطاب باللوائح وبالمواد القانون عشان يبقى رسمي. انما كنت داخل قلت لحضرتك عشان حاجتين. حاجتين ان انا بنفي موضوع التوعد دوت، ما اقدرش اوعد نادي المقاولين او اي نادي خاصه نادي المقاولين زي ما قلت لحضرتك، ان لما اتعامل مع المشرف الكوره المهندس محمد عادل والراجل مربينا كلنا في اتحاد الكوره. نمره اثنين بشكر المهندس محمد عادل على الهوا على المداخله بتاعت امبارح مع الاستاذ عبد الناصر، لان الحقيقه دخل في الوقت المناسب والراجل اتكلم بمنتهى الادب كطبيعته واخلاقه، وكانت الحقيقه الموضوع كان في مزايدات كثيره جدا امبارح دخل خلصها وقال ان هو مشكلته مش مع نادي بيراميدز، مشكلته مع اتحاد الكوره، فهو خلص الموضوع اللي هو ممكن يدخل نادي مع نادي. فانا داخل بس عشان اشكره واوضح ان انا ولا قلت تصريحات ولا قلت اتوعد، لان الكلام دوت ما ينفعش يتقال. يعني حاج عامر حضرتك ما قلتش النهارده او امبارح. انا اللي بنفي انه ممكن الحاج عامر يقول هذا الكلام. صحيح. طيب الحاج عامر معاكي، انا اللي بنفي. صحيح. انا اللي بنفي. طيب حاج عامر حضرتك ما اتكلمتش امبارح وقلت هذا الكلام. طيب
حضرتك ما اتكلمتش امبارح يا حاج عامر وقلت لو المباراه دي هتتعاد فكان الاولى ان احنا نعيد مباراه الاهلي والزمالك والاهلي والمصري. انا قلت ان المباراه ديت زي مباراه الاهلي والزمالك في الدور الاول الموسم اللي فات اتلعبت بثلاث حكام فقط، وقلت ان القانون بيقول ان ممكن قانون الحكام يعني التحكيم ان ممكن الحكم يدير المباراه بحكم واحد فقط. ده الكلام اللي انا قلته بس، انما ما قلتش الغي السنه اللي فاتت ولا الغي اللي بعدها. انما المهندس محمد عادل كان بيتكلم في موضوع ان طلع كلام الحقيقه من مسؤولين على ان لازم صاحب المباراه فقط هو اللي يطلب الحكام، وده مش موجود في اللائحه، اللائحه ما حددتش ان صاحب المباراه فقط. وهو عنده حق لما حد من النادي يشوف مسؤول بيقول الكلام دوت فلازم تاني يوم يعترض طبعا على ان هو المقاولين كان صاحب المباراه وهو ما طلبش، فحصل لبس في الحته ديت. فده كل اللي انا قلته، واحتمالات نادي المقاولين زعلان عشان ايه. حاج عامر اخيرا، هل حددت مواعيد مباراه النادي الاهلي المؤجله؟ لا انا منتظر ان شاء الله بعد مباراه الاهلي اللي جايه ان شاء الله نشوف الاهلي هيوصل لغايه فين. اتمنى له التوفيق طبعا هو والنادي المصري عشان نقدر نحدد عدد الكامل من مؤجلات النادي الاهلي في حالة وصوله ان شاء الله. حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات نورتنا في كلام في الميديا. نرجع تاني للمهندس محمد عادل، عايز اعرف بقى خطوات حضرتك الجايه ان شاء الله الرسميه. قبل اي تعليق انا بشكر حاج عامر، لان حاج عامر حتى لو اللوائح ما بتقولش دايما بيتبع الاصول في كل تعاملاته في اتحاد الكوره، وده راجل من الناس اللي انا بحترمهم تماما، ودايما بيبقى حريص انه ما يتخذش اي قرار الا لما يكون في الصالح العام. صحيح. لكن ما حدث في لجنه الحكام ولا انا معترض عليه وما زلت معترض عليه. واذا كان حاج عامر زي ما قال حضرتك في جوابات رسميه خلينا نمشي في الرسميات، هم يردوا يقولوا ان انت مش معاك حق، وانا اشوف اسانيدي ايه. وزي ما قلت لحضرتك لن اطرح قضيتي حتى البيبه، اذا كنت غير صاحب حق خلاص وبدون التعرض لها. وبكرر من خلالك برضو ليست مشكلتي مع نادي بيراميدز اطلاقا ولا اي نادي في مصر. انا مشكلتي واضحه وصريحه مع اتحاد الكره وتحديدا مع لجنه الحكام وما حدث منها. طيب باشمهندس محمد، خليني اسال حضرتك كده سريعا، تقييمك ايه للتحكيم المصري في الموسم اللي احنا فيه دلوقتي بعد مرور يمكن ست جولات؟ بص خلي بال حضرتك، التحكيم المصري فيه بعض اخطاء، لكن احنا مش بنقيم في التحكيم المصري. السنه اللي فاتت بدا برضه بمجموعه من الاخطاء، وبدا مع الوقت الامور تتحسن. السنه اللي قبلها كان سيء جدا، وانا اللي بقول لك اهو. لكن كاس العالم فيه تجاوزات من الحكام، احنا حكامنا لازم مع التمرين ومع الخبره ومع الثقه، احنا بنثق في حكامنا مهما كانوا. لازم يعني انا حتى بعيب على اتحاد الكره ان انت النهارده باشمهندس محمد انت النهارده لما بتجنب حكامك هيختبروا فين وياخدوا قوتهم فين ويتعلموا فين؟ هيتعلموا فين؟ ما هو ده المجال لكل الحكام في العالم في التعامل في الدوريات اللي بتلعب فيها. النهارده انت بتقصيهم زي ما قصينا النهارده بتدخل اربعه لاعبين افارقه، ما بقاش عندنا مهاجمين للمنتخب الوطني. يعني باشمهندس محمد، حضرتك مع وجود حكام مصريين هم اللي يحكموا الدوري ومع عدم استقطاب حكام اجانب لتحكيم الدوري المصري؟ اه طبعا. طب وده هيفضل راي حضرتك لو نادي المقاولين العرب اتعرض لكوارث تحكيميه زي اللي شفناها كل الكوارث التحكيميه اتعرضنا للمقاولين العرب؟ وبعت لحضرتك شريط كامل باكثر من 10 15 حادثه السنه اللي فاتت واللي قبليها. وكان كلامنا واضح وصريح، يا جماعة ارفعوا مستوى الخبرة التحكيمية، يا جماعة ركزوا على مجموعة مؤهلة. احنا زمان ما تقوليش على الكلام ده، كان أربع خمس حكام فقط هم اللي بيحكموا الدوري المصري. صحيح. ناس كبار أكفاء بيقدروا يجيبوا. احنا النهارده بنخلي لسه ناس جديد بنزقها، ما بنديهاش الخبرة اللازمة عشان تقدر تحكم مباريات كتير. بشكرك جدا استاذ محمد عادل المشرف العام على الكره في المقاولين العرب. نرجع تاني نكمل مع حضراتكم اخبارنا المحليه وبنوصل معاكم.
الوطن سبورت اللي قال ان الجهاز الفني للفريق الكروي الاول في نادي الاتحاد السكندري بقياده كابتن محمد عمر المدير الفني هيدي الفرصه لبعض البدلاء في لقاء فريقه اللي جاي ان شاء الله قصاد الداخليه يوم الجمعه اللي جايه في الجوله الثامنه من الدوري المصري. ده طبعا جه في ظل الغيابات اللي ضربت صفوف الاتحاد السكندري بعد مباراته الاخيره. لسه مكملين برضو معاكم أخبارنا، لكن بنوصل للأخبار العالمية وهنبتدي من موقع سكاي نيوز اللي قال إن سيرخي راموس قائد ريال مدريد الأسباني قدم اقتراح لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانو إنفانتيني إن هو يتبعه تقليد هو بالنسبة لكرة القدم غريب في بطولات دوري أبطال أوروبا. راموس طلب من إنفانتينو أنه هو يدي اللعيبة اللي بيفوزوا بالبطولة خواتم بدل الميداليات اللي طبعا بياخدوها كالعادة، أسوة طبعا باللي بيحصل في الـ NBA أو كرة السلة الأمريكية. اقتراح النجم الاسباني الدولي غير طبعا المسبوق جه خلال فيلم وثائقي بيرصد لقطات ما تعرضتش قبل كده في عقاب فوز الفريق الملكي بدوري ابطال اوروبا في الموسم اللي فات. طيب كمان موقع صحيفة أس الأسبانية كتبت أن الأسباني جوزيب ماريا بارتيميو رئيس نادي برشلونة الأسباني قال أنه هو مش هيقرر مسألة إقامة مباراة برشلونة وجيرونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال كمان أن رابطة أندية الدوري الأسباني هي اللي اقترحت الموضوع ده على النادي الكتالوني وأن الفكرة كانت بالنسبة له كويسة جدا. كمان موقع سبورت 360 كتبت ان فيليب كوتينيو لاعب برشلونه الاسباني اتعجب من عدم فوز زميله لينال ميسي بالقاب كتيره ومفسر غير بلقب واحد بس في دوري ابطال اوروبا خلال الفتره اللي فاتت، وطبعا اتكلم عن مباراته الاولى بتيشيرت برشلونه في المسابقه دي. كوتينيو كمان قال ان هو بيشعر بالدهشه من عدم فوز ميسي بالقاب عديده في البطوله دي خلال الفتره اللي فاتت، لكن هو برضو ميسي هيفضل الافضل في العالم والتاريخ من الصعب ان هو يفسر عدم فوزه بلقب دوري الابطال في اخر ثلاث مواسم. دلوقتي بقى معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم واخر اللي اتقال عن اللعيبه سواء من صفحاتهم الرسميه وكمان من البيجز الخاصه بالانديه الكبيره. هنبتدي معاكم دلوقتي مع النادي الاهلي اكيد، وكمان عمرو السولية. كل النهارده اللعيبه كانوا بيتكلموا اكيد عن اصابه زميلهم محمد نجيب. هنبتدي مع احمد حمودي. احمد حمودي كتب على صوره على تويتر نشرها مع محمد نجيب، الف سلامه عليك يا حبيبي ان شاء الله ترجع احسن من الاول. كمان على الانستجرام نشر سعد سمير صوره ليه مع نجيب وعلق عليها وقال الف سلامه يا نجيب ان شاء الله ترجع بالسلامه. نشر كمان اسلام محارب صوره على الانستجرام وكتب الف سلامه عليك يا حبيبي ربنا يشفيك وترجع بالسلامه يا عم مصر المحترم. ميدو جابر برده نشر صوره على الانستجرام وقال الف مليون سلامه يا نجيب ان شاء الله تعدي على خير يا حبيبي. كمان احنا بنقول اكيد لمحمد نجيب الف سلامه عليك وترجع باذن الله احسن من الاول مليون مره. طيب نروح بقى دلوقتي الكابتن ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي واللي نشر كمان صوره على الانستغرام مع صلاح امين لاعب الجونه وبيهنيه فيها بعيد ميلاده وكتب كل سنه وانت طيب يا هداف وعقبال 100 سنه. نروح بقى لصفحات محترفينا في الخارج ونبتدي مع نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي اللي نشر على الانستجرام صوره ليه من اخر تدريب لفريقه ليفربول قبل انطلاق دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا النهارده واللي هيواجه في باريس سان جيرمان. كمان نشرت الصفحه الرسميه للفيفا على تويتر فيديو لهدف محمد صلاح الاول في دوري ابطال اوروبا في مرمى تشيلسي لما كان في نادي بازل السويسري وكتبت اول اهداف محمد صلاح في دوري الابطال كان في مثل هذا اليوم سنه 2013. كمان نشر احمد حسن كوكا على تويتر صوره ليه وكتب مشوارنا في دوري المجموعات في الدوري الاوروبي ينطلق الخميس، تابعوا صفحه اولمبياكوس على تويتر وكونوا معانا في كل خطوه. عالميا بقى نشر ساديو ماني زميل محمد صلاح في ليفربول الانجليزي صوره على الانستغرام مع محمد صلاح وفاندك وجوميز من تدريبات ليفربول وقال مع الاسود. طبعا يمكن الصوره دي ردا على الكلام الكتير اللي بيتقال عن انانيه ساديو ماني مع محمد صلاح في اللقاء الاخير. نروح بقى لدوري ابطال اوروبا
اللي هيبتدي النهارده ان شاء الله هيبتدي جولات دور المجموعات. الصفحه الرسميه لدوري ابطال اوروبا على تويتر نشرت صوره لمحمد صلاح وساديو ماني من ليفربول ونيمار ومبابي من باريس سان جيرمان قبل طبعا المواجهه النهارده في البطوله، وسالت سؤال للجمهور: نجم الليله هيكون مين؟ طبعا اكيد محمد صلاح. الصفحه الرسميه برضو لليفربول على تويتر كتبت: الليالي الاوروبيه تعود للانفيلد، لم يبقى الكثير. نشرت برضو صفحة بلاتشر فوتبول على الفيسبوك فيديو لنجوم بطولة دوري أبطال أوروبا. تعالوا نروح نشوفه دلوقتي. نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الأسباني على تويتر صورة للاعب كوتينيو كتبت: بعد طول انتظار كوتينيو جاهز للاستمتاع بأجواء دوري الأبطال بتيشيرت برشلونة. زي طبعا ما احنا عارفين ان كوتينيو انتقل لبرشلونة من ليفربول الإنجليزي في يناير اللي فات، وما قدرش ان هو يلعب في دوري الأبطال عشان لعب طبعا مع ليفربول في نفس البطولة قبل ما ينتقل. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي موناكو الفرنسي على تويتر صورة لملعب لويس الثاني واللي هتقام عليه مباراة الفريق مع أتلتيكو مدريد النهاردة، وكتبت: تعالوا مبكرا للاستاد لتجنب الزحام، ينصح بالحضور لملعب لويس الثاني قبل انطلاق المباراة بساعة على الأقل حتى لا تفوتوا بداية اللقاء. كمان صفحة أتلتيكو مدريد على تويتر كتبت: جاهزين لتحدي جديد في دوري أبطال أوروبا، قصاد موناكو النهاردة الساعة 9 مساء. كمان بواتينج لاعب بايرن ميونخ الالماني نشر صوره ليه من رحله الفريق للعاصمه البرتغاليه لشبونه لمواجهه بنفيكا، وكتب: رحله دوري الابطال تبدا المحطه الاولى لشبونه. بعيدا بقى عن دوري الابطال، نشر النجم الانجليزي وان روني صوره ليه مع ولاده على الانستغرام وهم بيحضروا مباراه لي مع فريقه دي سي يونايتد الامريكي. دلوقتي بقى نطلع لفاصل سريع ونرجع نستقبل معاكم ضيفنا الاستاذ محمد قطب الناقد الرياضي في اخبار اليوم. كل التوفيق ان شاء الله لنجمنا المصري محمد صلاح في لقائه النهارده قصاد باريس سان جيرمان في الشامبيونز ليج. طبعا عايزه ارحب دلوقتي بقى بضيفنا الاستاذ محمد قطب الناقد الرياضي باخبار الرياضه. مساء الخير عليك. مساء النور يا شيماء، ومساء النور على جميع مشاهدي قناه الاهلي. منورنا. منورك. طيب عايزين بقى في البدايه نعرف رأيك في الأحداث اللي موجودة دلوقتي في الدوري المصري والأزمات اللي موجودة ما بين الفرق ما بين اتحاد الكرة. أنا من وجهة نظري هي أزمات كلها ملهاش لازمة، يعني زي ما بيقولوا، يعني أنا من وجهة نظري اتحاد الكرة أخطأ في قرار اعتماد الفار، لأن احنا ما عندناش الإمكانيات ان احنا نقدر نوفرها بالشكل الأمثل، بالذات ان احنا عندنا كمان في مشاكل أصلا عن حكام الساحة. يعني احنا جبنا 3 حكام في الاول، بعد كده مشيناه ب5، بعد كده عايزين نجيب الفار، ومع ذلك اخطاء الحكام لا تنتهي. وكمان انا عايز يعني اطبق التجربه الانجليزيه، التجربه الانجليزيه فيها اخطاء، لكن في اتحاد كوره صارم هناك بيتم اتخاذ مواقف رادعه على كل من يعترض على قرارات التحكيم. للاسف احنا عندنا هنا الموضوع على التحكيم، اي حد بيتكلم عن التحكيم ما اعتقدش ان هو بياخد قرارات رادعه ضد كل من تسول نفسه على التحكيم، لان التحكيم ده بشر. فمهما تعمل ومهما تجيب تقنيات ومهما تعمل تكنولوجيا، يعني انت مش مع دخول تقنيه الفار في الدوري المصري؟ لا مش لا. لا ولا 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 حتى مع على المستوى الاوروبي كمان. احنا شفنا في ماتش مصر والسعوديه تم تطبيق الفار، ومع ذلك الكره بتاعت ضربه الجزاء بتاعت علي جبر مش ضربه جزاء. مش مع تقنيه الفار ما احدثتش الفرق الكبير جدا، بالعكس ده هي افقدت الكره متعتها، لان الاخطاء جزء بس من كل الانديه في مصر شايفه ان هي متضرره من التحكيم المصري، وشايفه ان تقنيه الفار دي هتساعد كتير قوي على الاقل ان هم يحسوا انه ما فيش ظلم تحكيمي بيتعرضوا. اولا موضوع الفار دوت معمول في حاجات معينه زي ضربات الجزاء، الكره دخلت عدت المرمى ما عدتش، ما بيعملهاش على تسلل مثلا،
ما بيحسبهاش على فاول او ما بيحسبهاش على رمي التماس، لا هي معموله لاجزاء معينه. فما اعتقدش ان الاجزاء المعينه ديت هي اللي ممكن بتاثر بشكل كبير على نتائج مباريات. يعني بتاثر على بعض الفرق، لكن مش هي كل التاثير بتاع نتائج الفرق. لا بس احنا شفنا ان في مشاكل في الاجزاء اللي اتكلمت عليها دي دلوقتي حالا حصلت في الدوري المصري، يمكن في المواسم في الجولات اللي فاتت من الموسم الحالي. اوكي انا معاكي في القصه دي، لكن موضوع تطبيقها نفسه في مصر هيبقى صعب جدا، لان احنا ما عندناش الامكانيات ان احنا نقدر نستخدمها بالشكل اللي المفروض نستخدمها بيه. يعني انت مش شايف ان تقنيه الفار دي ممكن تحقق العداله في الدوري المصري؟ لان احنا شايفين ان كل الانديه بتثور على اتحاد الكوره وبالذات على لجنه الحكام بسبب الاخطاء التحكيميه البشعه اللي بنشوفها في الاخر. طبعا النادي الاهلي في الجوله الخامسه قصاد الانتاج الحربي شفنا كوارث تحكيميه برده ما كانش المفروض ابدا تحصل في ماتش مهم زي ده. ما هي دي الجزئيات بس اللي ممكن الواحد يستخدمها فيه. لكن انا من وجهه نظري انا رافضها اصلا على كمان على المستوى العالمي. يعني انا وكمان اشمعنى المره دي، يعني هو اشمعنى دلوقتي، اشمعنى تم استعانة بحكام اجانب؟ الحكام الاجانب عموما ما كناش بنشوفهم الا في ماتشات الاهلي والزمالك او الماتشات الحاسمه. طيب لبعض تطبيق العداله التحكيميه في لقاءات الدوري المصري ممتاز تكون عامله ازاي؟ تتحقق ازاي لو مفيش تقنيه الفار؟ تتحقق من ناحيتين. اول ناحيه ان رئيس لجنه الحكام لازم ما يكونش عضو مجلس اداره. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه احنا مشكلتنا في الحكام نفسهم ان في شلليه او في زي ما بيقولوا احزاب داخل الحكام وبين بعضها، ودي مشكله خطيره جدا. في ناس محسوبه على الكابتن عصام عبد الفتاح، في ناس محسوبه على ناس قدام، وفي ناس محسوبه على ناس كده. فهي دي المشكله. انا من وجهه نظري لازم نطبق التجربه السعوديه في قصه ان احنا لازم نجيب رئيس لجنه حكام اجنبي. صحيح. يعني انا من وجهه نظري طالما انت جايب مثلا مدرب اجنبي او مدير فني اجنبي للمنتخب، المشكله لما تجيب رئيس لجنه حكام بياخد راتب طبعا كمان مع توالي اجيري لمنصب مدير الفني لمنتخبنا الوطني. اول حاجه علق عليها، ليه في الماتشات عندكم كده بيضيعوا وقت كتير؟ ايوه ما انا اول مره بشوف ماتشات بتقعد 7-8 دقايق. يعني لازم الحكام عندنا يتم برضو زي ما انا بقول، لازم قرارات رادعه ضد كل من يهاجم التحكيم بشكل غير لائق. لازم في نفس الوقت لازم الحكام يتم اعلان العقوبات اللي بيتم عليها مع عداله القرارات سواء على كل الانديه. رايك ايه في تهديد عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام كل شويه ان هو هيستقيل؟ يستقيل من مجلس الاداره ولا يستقيل من لجنه الحكام؟ يعني هو غالبا من الاثنين. لا انا ما فيش حد هيقدر يستقيل من مجلس اداره اتحاد الكوره. انا دي وجهه نظري. وكمان شايف ان هو المفروض يستقيل من عضويه من لجنه الحكام. انا شايفها اصلا لازم اعضاء مجلس الاداره لازم يبعدوا عن الاشراف عن اي حاجه داخل الاتحاد. يعني اشراف عن المنتخبات يبعدوا عنه، اشراف على التحكيم يبعدوا عنه، اشراف على المسابقات يبعدوا عنه. ده الافضل. لان انت لازم بتجيبي حد اداري بيعرف يدير المنظومه، ومع ذلك اتحاد الكره ليه قرارات لما بتوصله توصيات من رئيس اللجنه. ايه رايك بقى في الدوري المصري الممتاز لحد دلوقتي؟ يعني احنا دلوقتي في الجوله السادسه من الدوري المصري الممتاز، ابتدينا خلاص كمان في السابعه. فشايف الدوري عامل ازاي السنه دي؟ شايف مين اللي ابتدى يبان عليه ملامح المنافسه في المربع الذهبي؟ هو الدوري يعني الى حد ما ماشي كويس. اخطاء التحكيم طبعا اتكلمنا عليها، دي موجوده، وانا شايف برضو ان هي موجوده في كل دول العالم مش في مصر بس. الاهلي يعتبر ماشي بشكل كويس. الزمالك شويه فوق وشويه تحت برضو، يعني الى حد ما نقدرش نحكم نقول عليه ان هو هيقدر ينافس بشكل كبير. اسماعيلي اتغلب كمان من الجيش 3-0. ما هو مشكله الدوري ان 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 ما تعرفيش مين هيكسب مين. يعني زمان كنا لسه ما ابتدتش الملامح تبان. زمان كنا مثلا لما كان الزمالك بيلعب فرقه من وسط الجدول نقول الزمالك هيكسب 2-3. دلوقتي الزمالك مثلا او الاهلي لما بيلعب فرقه ما تعرفيش الماتش هيخلص كام. بتبقى النسبه الاعلى للاهلي مثلا. لكن في نفس الوقت في عوامل خارجيه زي ما انت قلت، التحكيم اثر في ماتش الانتاج. ممكن نقول ان ده مثلا دليل على قوه الدوري دلوقتي؟ طبعا. لا الدوري دلوقتي بقى غير عن الدوري الفتره اللي فاتت. يعني دلوقتي انت ما تعرفيش الفرقه اللي نازله مين هيكسب. في الاول او في الاخر حرس الحدود لما جه يلعب الاهلي كان بيلعب بشكل كويس، ومع ان الحرس من مؤخرات الجدول يعني. طيب كمان النهارده مهندس فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب قال على حسابه على الفيسبوك ان هو حاسس ان الدوري ده مش هيكتمل.
مستغرب بصراحه من التصريح يعني. هو ده تصريح من راجل مسؤول يعني، هو رئيس لجنه الشباب والرياضه بالبرلمان، لما يطلع يقول كده يبقى هو عنده تقصير. واحنا اتكلمنا معاه كمان يمكن من يومين على التليفون، واكد ان الكلام ده ممكن يحصل، قال فعلا بسبب الكوارث التحكيميه اللي بتحصل دلوقتي فالدوري المصري ممتاز ممكن تتسبب في الغاء الدوري المصري. بص خلينا نكون مقتنعين ان اي حد هيفشل في حاجه هيعلق شمعته على حاجه ثانيه. يعني انا امبارح كابتن علاء نبيل قال لك احنا كنا وحشين وكذا وكذا وكذا، لكن التحكيم فيه كذا كذا كذا. ده اللي انا لسه بقوله لحضرتك، لازم يكون في قرارات كل من يهاجم التحكيم، لازم ندي الحكام حقها ولازم نطبق العداله في ده، ولازم ندي الانديه حقها. لو في نادي ليه حق ان هو مباراته تعاد مثلا او في تقصير من حكم او الكلام ده كله، لازم ناخد حق، لازم ياخد حق لازم. طب انا ازاي ما هاجمش الحكام لما مثلا يكون عندي ماتش زي ماتش الاهلي والانتاج الحربي ده واشوف الكوارث دي؟ ما انا بقول لحضرتك يعني. لا انت حضرتك نتكلم عادي، ما في ما عنديش اي مشكله، لكن ما تهاجميش يعني. انت لازم نقف برضو في نفس اللحظه. ما انا لما اقول مثلا ان التحكيم ده غير عادل، ما هو ده بالنسبه لهم هجوم، وده برضو من حقي. ما انا شايفه ان في حاجه غلط بتحصل. ما انت حاجه ما تعديش يعني. ما لا انا ما قلتش ما نعديش، انا ما قلتش ما نهاجمش بطريقه غير لائقه، بس ده اللي انا اقصد عليه. يعني مثلا لما يعني ايه معنى كلمه غير لائقه؟ لما تطلع على صفحات السوشيال ميديا اتهامات لابراهيم مثلا نور الدين او محمد الحنفي او الكلام ده، احنا بنتكلم باهلاويته او زملكته، كل ده بيأدي المشاعر. لا احنا بنتكلم على تصريحات من مسؤولين، مش بنتكلم عن تصريحات الجمهور. الجمهور ليه الحق ان هو يعبر بطريقته زي ما هو عايز. هو المسؤولين هم اللي بيهيجوا الجماهير. المسؤول لما بيطلع يتكلم ويطلع ينتقد بشكل غير لائق الحكم او الكلام ده كله، الجماهير بتصار، دي حاجه طبيعيه. ما الجمهور لما بيجي، بس انا عايز اقول لك على حاجه. يعني مثلا في الموقف الاخير للنادي الاهلي مع الانتاج الحربي، الجماهير هي اللي اتكلمت قبل حتى ما مسؤولين النادي الاهلي طلعوا بيان بالاتحاد الكوره. جمهور النادي الاهلي دايما بيسبق اي حد. عندك حق. طيب خلينا نروح نتكلم معاك عن لقاء النادي الاهلي وهورايا كوناكري الغيني ان شاء الله يوم السبت المقبل. شايف فرص النادي الاهلي ازاي قصاد هورايا كوناكري؟ في ظل الاصابات النادي الاهلي برضو فرصته اقوى. النادي الاهلي الروح عند لعيبه النادي الاهلي حتى في ظل الغيابات وفي ظل الظروف المعاكسه اللي بيمر بيها النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي برضو قادر ان هو ان شاء الله يحقق الفوز باي نتيجه. الفريق دوت رغم انه اتعادل مع النادي الاهلي هناك في غينيا، لكن فريق بيلعب كره كويسه. صحيح. فريق عنده سرعات، فريق على هجمات المرتده هيبقى خطر على النادي الاهلي، بالذات ان انت متعادله هناك 0-0. انت لو تشوف معانا على الشاشه دلوقتي، ده تدريب النهارده هورويا كوناكري الغيني، ما وصلوا امبارح لمصر او للقاهره بالتحديد، والنهارده كانوا بيتدربوا على ملعب الكوره في نادي الاهلي مدينه نصر. ما انا زي بقول لحضرتك، هي فرقه كويسه. نتيجه التعادل 0-0 دي أسوأ، يعتبر من أسوأ نتائج التعادل اللي ممكن تحصل لاي نادي بيلعب خارج ارضه، لان الفرقه دي لو جابت جون في النادي الاهلي هنا هتأزم الموقف جدا. صحيح. لكن انا ان شاء الله واثق في لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي كارتيرون بالجهاز الفني بمجلس الاداره، اعتقد ان في الروح هتفرق كتير جدا في حسم النادي الاهلي للمباراه ان شاء الله. مين من الغيابات اللي هتكون موجوده في النادي الاهلي هتسبب له زي ما نقول مثلا ازمه في اللقاء القادم؟ في عمرو السولية اكيد في وسط الملعب، طبعا ما يقللش من هشام محمد او من حسام عاشور، لكن عمرو السولية انا شايفه ان هو لاعب جوكر، بيدافع وبيهاجم بشكل كويس، بيجيب اهداف، بيقدر ان هو يخلق مساحات للاعبي الهجوم. في سعد سمير طبعا هيبقى غيابه مؤثر، خاصه ان محمد نجيب برضه هيغيب. سعد سمير من اللعيبه المتميزه، لكن ان شاء الله ايمن اشرف يقدر يسد الفراغ، لانه هو طبعا لعب في المكان ده كتير يعني. صحيح يمكن لعب الموسم اللي فات كله في المكان. فان شاء الله يقدر يحقق المطلوب منه في المباراه ان شاء الله. طيب هل نقل المباراه من برج العرب لاستاد السلام، شايف ان دي نقطه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي؟ اكيد طبعا، النادي الاهلي بيلعب مبارياته على الدوري في استاد السلام، فلما لما المباراه تتنقل على ملعب نادي السلام يعتبر اكن ده ملعب النادي الاهلي في الموسم دوت يعني. في نفس اللحظه برضو ان الاهلي لعب كتير على برج عرب، فما اعتقدش ان هي هتفرق قوي من برج عرب للسلام، لكن هي نوع من انواع ان انت تبقي قريبه
من الجمهور. من المكان نفسه كمان ان انت موجوده في القاهره، والاهم طبعا انك تكون قريب من الجمهور، يعني بتوفر على الجمهور معاناه السفر اكيد طبعا العرب. اكيد النادي الاهلي كمان محتاج مؤازره جماهيريه كبيره في الماتش دوت عشان ان شاء الله باذن الله نعدي المباراه دي ان شاء الله. طيب خلينا كمان بقى نروح لملف تاني، لائحه نادي الاهلي. شفت اللائحه دي ازاي وشفت تعامل مجلس اداره النادي الاهلي مع اللائحه ازاي ومع اعضاء الجمعيه العموميه وطبعا اللجان اللي كانوا بيعملوها والجلسات اللي كانوا بيعملوها مع الاعضاء ومع الشخصيات العامه عشان ياخدوا رايهم قبل ما يحطوا اللائحه الخلاص الاساسيه النهائيه ويصوغوها بصوره نهائيه؟ شفت ده ازاي؟ شفت ده ان ده حاجه محترمه اتمنى ان تعممها في جميع انديه مصر. لاني لما تبعتي اللائحه او تبعتي قبليها بشهر للاعضاء عايزين اقتراحاتكم في تغيير اللائحه بما فيهم بعض الاشخاص اللي كانت في الانتخابات الماضيه، ده بيؤكد ان مجلس اداره النادي الاهلي بيتعامل باحترافيه شديده جدا، وده مش غريب يعني على الكابتن محمود الخطيب في حاجه زي كده يعني. فاهمين كويس هم بيعملوا ايه عشان يتلاشوا اي لغط في اي حاجات ممكن تحصل بسيطه، مثل ما حصلت المجلس السابق تم الجلوس مع اللجنه الاولمبيه وتم اخذ رايهم واخذ راي الشباب والرياضه من قبل واخذ راي الاعضاء في موضوع تغييرات اللوائح، واعتقد ان هم تقريبا وصل لهم اكثر من 1000 اقتراح تقريبا او 3000. فلما تستقبلي 3000 اقتراح وتقدري تنتقي منه اللي يقدر يمشي مع اللوائح وقانون الرياضه الجديد، دي حاجه محترمه جدا. التغيير كمان نسبه كبيره من البنود لرغبه طبعا الاهم من ان انا استقبل اقتراحات ان انا انفذ. ما انا ممكن مجلس اداره اعمل زي شو اعلامي مثلا، اقول انا هستقبل اقتراحاتكم وبتاع وفي الاخر اعمل اللي انا عايزه. يعني هم كمان عايز اقول لك على حاجه، يعني النادي الاهلي لما اخذ الاقتراحات دي من الاعضاء كانوا بيبيع منتج، استنى اخذ الاقتراحات دي ودرسها واللي اتغير كمان بعد كده بعتوا للاعضاء اصحاب الاقتراحات دي يقول لهم حصل كذا وكذا وكذا وتوافق على اللي انتوا قلتوه في البند كذا وفي البند كذا وفي البند كذا، بيعاملوهم كانهم يعني ايه كلاينتس او عملاء لبراند كبير. ما هو ده 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 شغل الاحترافي. ان انا ازاي يبقى في تواصل بيني وبين الاعضاء، مش ان انا كمجلس اداره خلاص قعدت على الكرسي وقدامي 4 سنين واجي قبل الجمعيه العموميه اعمل بروبوجندا زي ما بيقولوا يعني وعد الجمعيه العموميه على خير والكلام دوت واستنى بقى لحد الانتخابات الجايه اقول لهم على وعود اخرى. لا، انا بعمل زي لينك بيني وبين الاعضاء حتى لو انا ما قعدتش معاهم بشكل مباشر، لكن بشاركهم في الحياه الاداريه داخل النادي الاهلي. لكن كابتن محمود الخطيب كمان نزل راح لا انا عارف انا اقصد ان انا بوضح بشكل شخصي، لكن انا بتكلم على الاقتراحات. ان انت لما بتتصلي بالناس تقول لهم احنا عايزين الاقتراحات بتاعتكم وبعد كده هقعد معاكم ان انا اناقشها زي ما الكابتن محمود الخطيب عمل، دي حاجه زي ما بقول لحضرتك شغل احترافي من اداره النادي الاهلي مش غريب يعني على اداره النادي الاهلي. احترام عقليه اعضاء الجمعيه العموميه. طيب خلينا كمان نروح لملف منتخبنا الوطني الاول، وسمعنا ان في اخبار بتقول ان سالجادو وجوده في المنتخب الوطني الاول وجوده في الاداره الفنيه الخاصه بالمنتخب الوطني الاول عملت شويه مشاكل، رايك ايه في الكلام ده؟ ما اعتقدش ان هم هيسيبوا اجيري بالمشاكل اللي حصلت في الاول وهيمسكوا في موضوع سالجادو يعني. هو عشان خاطر الكابتن هاني رمزي طبعا. صحيح. وجوده كراجل كان مدير فني ومسك منتخب مصر الاولمبي وراجل يعني احترف في المانيا كتير وعاش حياته بره يعتبر وعنده الخبرات اكبر من خبرات سالجادو، وكمان على درايه كبيره جدا بعقليه اللاعب المصري وهو عارف كمان اللعيبه دي شخصيا. اكيد طبعا ده لسه بقول لحضرتك، لكن وجود سالجادو مع اجيري يعني لو كان اجيري هو اللي جايبه او هو اللي متفق عليه مش اتحاد الكوره انا موافق على ده، لاني انا دايما بحب ان انا ادي كل مدير فني حقه. خد اللي انت عايزه، خد كل عايزه ادواتك بس حقق اللي انا عايزه. صحيح. بس انا دي ما عنديش مشكله، انما انا لما يجي يقول لي انا عايز تعيين فلان الفلاني واجي اقول له لا ما فيش تعيين، يبقى انت مش من حقك ان انت تلومني لو انا ما حققتش اللي انت عايزه. صحيح. فعشان كده انا لو كان المدير الفني سالجادو الاجيري هو اللي جايبه انا مع ده، مش هو اللي جايبه الاتحاد الكره جايبه، لا يبقى انت ما كنتش جبت الكابتن هاني رمزي. صحيح.
صحيح عندك حق. طيب خلينا نروح لتقييمك بقى الأجاري، شايف اختيار أجاري كمدير فني لمنتخبنا الوطني ازاي، برغم طبعا ان كان في مشاكل كتير قوي، كان في كمان اختلاف جوه مجلس إدارة اتحاد الكورة عليه، وفي ناس كانوا موافقين، في ناس مؤيدة، وكان في ناس معارضة كمان، شفت إدارته للقاء النايجر ازاي؟ تجربة النايجر انا ما اقدرش ان انا احكم عليها بشكل كبير، لان طبعا اول مباراة وفرقة النايجر برضو فرقة الى حد ما مش اللي هي الفرقة، لكن خلينا نقول ان الفكر بتاعه فكر مختلف عن فكر كوبر. واي حد كان يجي بعد كوبر حتى لو خسرنا هيبقى برضو الناس متقبلاه. فاحنا جه عمل نتيجة كبيرة بفوز كبير 6-0، اعتقد ان دي زي ما بيقولوا عنوان، لان الراجل ده بيلعب هجومي مش بيلعب بشكل متكتل او دفاعي، رغم ان التشكيله بتاعت المنتخب اللي بدا بيها المباراه حسستنا بان هو بيلعب دفاعي بوجود علي غزال في نص الملعب، لكن لو رجعنا ل 2008 و2006 و2010 هنلاقي ان كابتن حسن شحاته كان بيلعب يعتبر بنفس الطريقه بوجود هاني سعيد كاليبرو لخط الوسط، فكان بيلعب بنفس التشكيله او بنفس الفكر اللي كان بيلعب بيه الكابتن حسن شحاته، اللي هو فيه ليبرو قدام خط الدفاع. صحيح. اللي هو كان علي غزال. فاعتقد ان دوت الى حد ما غير شكل المنتخب بشكل كبير يعني. صحيح. طيب كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد الكوره قال ان الاتحاد هيرد على طلبات محمد صلاح خلال يومين، تفتكر بقى الازمه دي اللي لسه موجوده لغايه دلوقتي، كمان سمعنا كلام بيقول ان المهندس هاني ابو ريده رفض ان هو يتعامل مع المحامي بتاع محمد صلاح او وكيل محمد صلاح رامي عباس في اي حاجه بتخص الاعلانات او الحاجات التسويقيه الخاصه باتحاد الكره، وقال كمان ان الفيفا انصفته وقالت له ان اللاعب لما بيكون موجود في داخل معسكرات المنتخب الوطني بيكون ملك للمنتخب الوطني هو وحقوقه التسويقيه. طيب انا عايز اسال سؤال الاول، اتحاد الكورة ليه ما عندوش متحدث رسمي في هذا الشأن؟ يعني أنا ليه النهاردة ألاقي كابتن خالد لطيف بيتكلم، كابتن مجدي عبد الغني بيتكلم، كابتن سيف زاهر بيتكلم، كابتن محمد بلوفا بيتكلم، كل الناس بتتكلم على أزمة محمد صلاح في صحيح. في الميديا، ليه ما فيش؟ مش بس أزمة محمد صلاح، كل الأزمات اللي بتطلع كل واحد بيطلع يقول رأيه زي ما هو عايز. لا أنا دلوقتي بتكلم على 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 جزئية معينة، الآراء دي ممكن تكون متاحة للجميع داخل الاتحاد، دي ما نقدرش نحجر عليها، لكن أزمة زي ديت موجودة خدت من 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 وقت الميديا بشكل كبير لقوة طبعا محمد صلاح أو نجوميته مع وجود اتحاد الكورة بعد أزمة روسيا، فخلت الموقف بين موقف بين واحد ضعيف وواحد قوي. صحيح. طب أنا كاتحاد كورة موقفي قوي أو مثلا شايف إن أنا نفسي معايا حق، ليه ما عينش متحدث رسمي هو الوحيد اللي بيتكلم في الموضوع ده؟ ليه باخد رأي ده ورأي ده ورأي ده ورأي ده، بتتجمع آراء كلها مختلفة مع بعض، ليه ما يكونش الرأي الموجود أو الرأي الواحد هو رأي اتحاد الكرة في هذه الأزمة؟ ليه بنسمع 50 رأي؟ الجزئية الثانية بتاعت الطلبات أو الكلام ده، أنا شايف إن لازم يكون في حلقة وصل بين اتحاد الكرة وبين محامي محمد صلاح، عشان خاطر الأمور كلها يبقى كل واحد عارف واجباته وعارف حقوقه. اتحاد الكرة لازم يقعد من خلال وسيط، يقعد مع المحامي يقولوا يا جماعه احنا دي لوائح الفيفا ودي كلام الفيفا بيقول كذا 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 كذا، واحنا عندنا حق في كذا، وانت انما قصه المخاطبات ما اعتقدش ان هي تقدر تجيب نتيجه بشكل كبير يعني. صحيح. لان هيبقى في لغط كبير جدا، انا لو اتحاد الكره ما اتاخر في الرد هتلاقي محمد صلاح كتب له تويتر انتوا ليه مش عايزين تردوا، لو اتحاد الكره ارسل هيقولوا محمد صلاح ما بيردش علينا، فالقصه كلها هتوه والجماهير هي يعتبر هي اللي بتوه في النص بين الطرفين يعني. صحيح عندك حق. استاذ محمد قطب الناقد الرياضي نورتنا النهارده في الكلام في الميديا، استمتعنا اكيد بوجودك معانا النهارده، وطبعا بشكرك جدا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء، وسعيد عليكم.